ختام حلقتنا النهارده هتكون بحدث استثنائي وهو الحفل الجماهيري الكبير اللي اقامه محمد حمايف في السعوديه. احنا كنا مع حمائي وشفنا هو كان فرحان قد ايه، وفرحته الكبيره ما كانتش بس لانه غنى في السعوديه، لا كمان حجم التفاعل الكبير اللي شافه من جمهوره في المملكه العربيه السعوديه. على مسرح جمان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبدعم من هيئة الترفيه السعودي، استقبل الجمهور محمد حمائي بسعادة بالغة في حفله الأول بالسعودية. أنا سعيد الحقيقة بالحفل، وزي ما قلت وما زلت بقول حفل استثنائي، مش بس للجمهور السعودي، لينا احنا كمان كفنانين، ليا أنا كمان كفنان، لازم النهاردة يكون أدائي يبرهن ده، وإن شاء الله نقدر نقدم فن راقي يليق بالجمهور السعودي إن شاء الله. بدأ الحفلة قوياً من حيث الحضور لمختلف الجنسيات العربية والسعودية، وطبعاً كان كامل العدد بالإضافة للتجهيزات العالمية للمسرح والإضاءة. أنا بقول أنه وجودي النهاردة في السعودية وعلى مسرح داخل المملكة أكيد شيء بيسعدني، وأكيد على قد ما هو بيسعدني على قد ما بيحملني مسؤولية، لأنه السعودية أو المملكة بتستقطب أظن بس الفن الراقي. ومن الأغنيات اللي تألق بيها محمد حمائي على المسرح كانت ما بلاش وخلاص بقت عادة وافتكرت وتعرفوا واحدة واحدة، وردد الجمهور معاه أغلب أغنياته. كتير كان حلو مرتب والتنظيم كان جدا رائع، يعني بتمنى انه على طول بيكون في حفلات هنا. صراحة الحفلة كانت مرة حلوة ومرة يعني ممتازة وكل شيء كان بيرفكت. أنا بحبه لمحمد حمائي وبسمع له كتير. وبشهادة كل الحاضرين الاستمتاع كان سيد الموقف. احنا مع الحماس ومع حبنا للفنان حمائي ومحمد حمائي ما حسينا بأي شيء أو بأي حر. جدا شكر في السعودية، شكر في هيئة الترفيه، شكر في سمو الأمير محمد بن سلمان، صراحة كل شيء كان اليوم استثنائي ورائع صراحة. شعوري ما ينوصف صراحة، ما ينوصف أبدا، جدا جدا كنت مبسوطة بالحفل، الحفل جدا رائع وممتع وحماي أبدع أبدع صراحة. يعني أول حاجة أنا جاي الحفلة ومتوقع أنه هو مرة حينجح الحفلة خاصة بالفنان حماي، بس اللي كنت متوقع برضو أقل من اللي أنا شفته صراحة، كان جدا 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 ناجح من حضور ومن نفسه هو الفنان. تنظيم مرة حلو، مرة مرتب، من جد تنظيم مرة 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 مرة, مرة مرتب، إلا كان ما هو متوقع. وبعد الحفل شكر حماي الجمهور السعودي على حسابه على إنستغرام، واتمنى أنه يقابلهم في أقرب وقت. أنا الحقيقة مش عارف أوصف شعوري والله، ومش قادر أوصف قد إيه أنا سعيد إن أنا معاكم النهاردة، وقد إيه كنت بتمنى إن اللحظة دي تيجي وجت.